سلام بنات، سلام الغزالات. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، وتكون اموركم كلها على خير. اليوم وصفه جديده في القناه، اللي هي وصفه ديال لي كريب حلوين بمقادير جد مضبوطه وتيجي غزال وبنين. وانا رفقتو بصوص الشكلاط اللي غادي تشوفوه دابا. نمشيو للطريقه وشنو غنحتاجو في المقادير. كما كتشوفوا غزالاتي، كنحتاجوا نصف لتر من الحليب، كنحتاجوا جوج بيضات، واحد كيس من الفاني، معلقة كبيرة ديال السكر، شوية ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الزبدة، و 225 غرام ديال الفارين. يلا هو معايا باش نشوفوا طريقه التحضير. راه جد مبسطه وسهله. كما كتشوفوا غزالاتي، غادي ندوزو دابا لطريقه التحضير اللي غادي نديرو فيها جوج بيضات، نديرو شويه ديال الملح والسكر، انا ما محتاجه الزبده، وغنديرو الحليب. نضيفو شوية بشوية الكريب ديالنا من بعد ما طحناه. ملاحظة، ما نطحنوش بزاف، غي نساجمو المقادير وصافي، ما نطحنوش بزاف بحال البغرير يعني، شوية وصافي. دابا غادي ندوزو للطريقة ديال الطياب ديالو. هانتوما معايا.
بالنسبه للصوص ديال الشوكولاط كندير فيه كاس ديال الحليب ومعلقه ديال الزبده، وبالنسبه ليا انا درت جوج معالق ديال نوتيلا، واللي بغى يستعمل الشوكولاط عادي مورسو يستعملو ماشي مشكل. هذا الردو ديال لاصوص ديالنا تعقاد وطيب، ومن بعد نوريكم النتيجه ان شاء الله. وها هي لاصوص ديالنا من بين ما وجدتش لاصوص شوكولا. كما شفتوا هذا هو الكريب ديالنا من بعد ما وجدناه، كنتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. الا كنتي اول مره دخلتي القناه ما تنسيش الضغط على الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساوش لايك للفيديو، وشكرا حتى الفيديو اخر ان شاء الله.